السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع توتوريال رقم 7 في كورس البايو فارماسيوتكس اند بيزك فارماكينيتكس. هنحل في التوتوريال دي المسائل الخاصة بالسنجل انترافينوس انفيوجن بالنسبة للدراجز اللي هي فولوينج لينير وان كومبارتمنت اوبن موديل. مراجعة سريعة للبيزك كونسبتس بتاعت الكالكوليشنز. طبعا احنا قلنا ان الانترافينوس انفيوجن دي عبارة عن اللي هي بتبقى some volume of drug solution, في الغالب بتبقى large volume parenteral, sometimes medium volume parenteral, بتتعلق بتبقى على شكل محلول في bottle وبتتعطي بال IV. بيبقى في IV line المفروض ان هو بيخش في الايه, في ايد البيشنت, تمام, في peripheral vein. المفروض ان بيبقى فيه دريبنج ريت, بيبقى فيه دريبنج ريت, في دروبس عماله تنزل في الاي في لاين ده بريت معين. انا مظبط الريت اوف انفيوجن بملي لتر بير مينيت, تمام. بالنسبه للملي لترز اللي بتنزل دي, الفوليوم اللي بتنزل ليها تركيز معين للدراج فيها, فانا بعمل delivery لسيرتين دوز اوف drug بير مينيت, بدي ملي جرامز او مايكرو جرامز بير مينيت اللي ممكن احولها لما اضربها في 60 الى ملي جرام بير اور, تمام. في المسائل بتاعتنا هنحسب الانفيوجن ريت الملي جرامز بير اور عشان ده اللي هو بنسميه كي نوت. طبعا ده constant rate, يعني zero order administration. هنا الـ administration of drug fixed rate يعني zero order process. المفروض ان هو هيديني certain drug concentration in plasma, تمام. طبعا المعادلات بتاعتي هي كلها بتديني العلاقة بين الـ K node والـ concentration in plasma, واللي بيحول لي الـ proportionality دي الى يساوي هي الفارماكوكينيتيك بارامترز اللي ايه, اللي في المعادله, اللي هي تشمل الالمينيشن ريت كونستانت والفوليوم اوف ديستريبيوشن, تمام. طيب لما نفتكر كده, انا لما ببدا ادي دراج ايه اللي بيحصل في الكونسنتريشن اوف دراج ان بلازما اوفر تايم؟ المفروض ان الكونسنتريشن في الاول كان زيرو. لما بدانا ادي الانفيوجن الكونسنتريشن هيزيد بالتدريج, هيزيد هيزيد لحد ما يثبت, تمام. وخلاص طالما الريت اوف انفيوجن مستمر على نفس الريت فالكونسنتريشن بيقعد ثابت. الكونسنتريشن اللي في التايم ده بسميه تايم تو ريتش ستيدي ستيت ابتداء من هنا, وطالما الانفيوجن شغال بنفس الريت ده بسميه concentration at steady state, drug concentration at steady state. طيب الـ time to achieve steady state ده بياخد مني قد ايه او امتى بوصل له؟ لو على الاقل هنقول 7 half lives, على الاقل هنقول practically 5 half lives, تمام. وزي ما قلنا قبل كده هنوصل كام في المية من steady state concentration؟ 99.5 مش عارف كذا, يعني يفضل 6.65 أو 7 half lives. فلو بحسب ال concentration of drug لما ال infusion يكون استمر مازال شغال لمدة 7 half lives ومازال شغال, يبقى بستخدم معادلة الايه, معادلة ال steady state في الحتة دي. طب افرض بحسب الكونسنتريشن في الحتة دي, دي نون ستيدي ستيت, تمام. لو كان ممرش على الانفيوجن, لو كان ممرش على الانفيوجن حوالي 5 هاف لايفز على الاقل ويفضل 7, يبقى كده نون ستيدي ستيت اللي هو بقول سي بي بس ات سيرتين تايم, خلاص. طيب انا هيكون عندي معادلتين استخدمهم, معادله الستيدي ستيت او النون ستيدي ستيت. في كلا الحالتين الشرط زي ما قلنا الانفيوجن مازالت ايه, مازالت شغاله. طب افرض قلنا الانفيوجن ستوبت, واحسب لي بعد ما وقفت الانفيوجن بتايم معين الكونسنتريشن هيكون قد ايه. في الحاله دي لما بنوقف الانفيوجن يبقى
الكونسنتريشن يساوي السي ستوب اللي هو آخر كونسنتريشن وصلنا له في الوقت اللي وقفت فيه الانفيوجن مضروب فيه. طبعا بعد ما بنوقف الانفيوجن مفيش إلا عملية إليمينيشن، يبقى أضرب السي ستوب ده في الإليمينيشن فراكشن اللي هو عبارة عن الإكسبوننت بتاع النيجاتيف كي في التايم. التايم هنا هو هو التايم since we stopped، تمام؟ يبقى التايم ده هو التايم ايه؟ from stop. يعني بيقول لك احسب الليفل ساعتين بعد ما وقفنا الانفيوجن. هنروح حاسبين عند ما وقفنا الانفيوجن الانفيوجن تايم كان استمر قد ايه، يبقى الليفل هنا كام؟ ده السي ستوب. بعدين هروح ضارب في الالمنيشن فراكشن، والتايم هنا هيكون الساعتين دول اللي هم since we stopped the infusion. خلاص، يبقى دي الحسابات الأساسية والكونسبتس اللي هنستخدمها بعدين في الحسابات. أحيانا في بعض المصطلحات ممكن تمر علينا زي مصطلح maintenance أو the rate to maintain concentration. تمام، to maintain concentration. زي ما احنا شايفين في الكيرف ده، فين الكونسنتريشن اللي هو مينتيند بكونستانت فاليو؟ هو السي اس اس. تمام، يبقى لما يتكلم في اي مساله يسالك يقول لك احسب الانفيوجن ريت تو مينتين سيرتن كونسنتريشن، يبقى على طول الكونسنتريشن ده اللي هو هيديه لك هو الستيدي ستيت كونسنتريشن. وعشان احسب الريت اوف انفيوجن هستخدم معادله الستيدي ستيت. ما قالش تو مينتين، قال لك تو ريتش. امتى مثلا هيقول لك الانفيوجن ريت اللي يديك كونسنتريشن معين بعد مثلا 5 ساعات، والخمس ساعات دي لسه ما تكملش 5 half lives، يبقى في الحال دي بتكلم عن نون ستيدي ستيت ليفلز. تمام، خلينا نبدا نحل المسائل ونشوف ازاي هنطبق الكلام ده عملي. المسائل دي طبعا من البراكتيكال نوتس عندكم، فهنفتح النوتس ونبص. المفروض ان في جروبس اوف كويستشنز او بروبلمز، مثلا بيبقى في عندي 4 أو 5 problems دايما ورا بعض كده كلهم بنفس الصيغة، الأرقام بس المختلفة، ففكرتهم واحدة. احنا بنحل منهم واحدة هنا هو في التوتوريال في البرزنتيشن ده، وانت الباقي هتحله بنفس الطريقة بقى for training for practice. تمام، هتدرب نفسك على الحل منك تحل بنفسك بقى المسائل اللي هي من نفس الفكرة. حل منهم واحدة أو اتنين على الأقل تاني عشان تمرن ايدك على الحل. المسألة هنا بتقول ان في vasopressor ليه volume of distribution 12 لتر والإليمينيشن ريت كونستانت 0.115 أور تو ذا باور نيجاتيف 1. طبعا A steady state plasma concentration of 10 milligram per liter is desired، وعاوز منك تحسب الانفيوجن ريت needed to maintain this concentration. طالما قلت لك كلمة maintain يعني عاوز concentration ايه؟ ثابت. تمام، يعني steady state concentration. يبقى على طول هستخدم معادلة ال steady state CSS يساوي الكي نود على الكي في الفوليوم ديستريبيوشن أو اللي هي الكليرنس، أعوض بالنونز ويفضل الأنون بعد كده أحسبه. يبقى ال steady state concentration ادهوني أوريدي في المسألة 10 ملي جرام بير لتر يساوي كي نود على 0.115 اللي هو الكي في الفوليوم ديستريبيوشن اللي هي 12. انا دلوقتي الكي عاوز اخليه بس هو هنا الناحيه دي، وعاوز اودي الايه اللي في المقام دول الناحيه التانية. كانوا في اليمين في المقام، لما يروحوا في الشمال يبقوا في البسط مضروبين، بدل ما مقسوم عليهم في اليمين يبقوا مضروبين في الشمال. يبقى كي نود يساوي العشرة مضروبه في ال 0.115 في 12 هتديني 13.8 ملي جرام بير اور. تمام، يبقى ايه الكونكلوجن هنا بتاعت الحسابات دي؟ ان لو اديت الدراج ده بريت بفوليوم معينة مليليترز بير مينت اللي هي تديني 13.8 ملي جرام اوف دراج ينزله في خلال ساعة، في كل ساعة بينزل بمعدل 13.8 ملي جرام بير اور، وكان الريت ده ثابت انا ما غيرتهوش فيكسد ريت، بعد مرور حوالي 7 half lives هوصل لكونسنتريشن قيمته 13.8 هوصل لكونسنتريشن قيمته 10 مللي جرام بير لتر اللي هو الستيدي ستيت كونسنتريشن. افتر
7 half-lives. تمام؟ لو سألتك إضافة في المسألة إمتى هوصل للكونسنتريشن ده؟ هتروح تحسب الهاف لايف من الكي اللي هي 0.69 على كي، 0.693 على كي، دي قيمة الهاف لايف تضربها في 7، ده اللي هو تقريبا التايم اللي هنوصل فيه إلى 99.9% من الستيدي ستيت كونسنتريشن. مفهوم؟ المسألة دي فكرة أخرى بس استخدام نفس المعادلة، هي في حالة الستيدي ستيت. تمام؟ بس المرة المسألة اللي فاتت كنا عاوزين الانفيوجن ريت وادانا التارجت ستيدي ستيت كونسنتريشن، هنا العكس، هنا هيديني الانفيوجن ريت ويقول لي احسب الاكسبكتد ستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هينتج من الانفيوجن ريت ده لو كان ثابت لمدة كام. طبعا ستيدي ستيت يبقى لو ثبت الانفيوجن ريت ده لمدة 7 هاف لايف، على 7 هاف لايف هنوصل تقريبا ل 14 مللي جرام، هنوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن اللي احنا هنحسبه. تمام؟ وبيديك برضو قيم الفارماكينيتيك بارامترز اللي هي الالميشن ريت كونستانت والفوليوم اوف ديستريبيوشن. فنفس المعادله اللي هي بتاعه الستيدي ستيت، سي اس اس يساوي كي نود على كي في الفوليوم ديستريبيوشن، وعوض مباشره كي نود 14، عوضت بقيمه الكي والفوليوم ديستريبيوشن ادتني 8 مللي جرام بير اور. معنى الكلام ده اني لو ثبتت الانفيوجن ريت على 14 مللي جرام بير اور لمده 7 هاف لايفز، على 7 هاف لايفز من الادمنستريشن هوصل لكونسنتريشن قيمته 8 مللي جرام بير اور، وهيثبت عندي على القيمه دي طالما الانفيوجن ما زالت شغاله بنفس الريت. يبقى خلي بالنا المعادله دي تطبيقها بيكون في حاله ان الانفيوجن ما زالت مستمره، ما وقفتش لسه، ومستمره بنفس الريت، فيكسد ريت ما بيتغيرش. تمام؟ والكونسنتريشن اللي هو بسميه ستيدي ستيت كونسنتريشن او سي اس اس ده بيوصل له امتى؟ بوصل له لما الانفيوجن تستمر لمده 7 هاف لايفز على الاقل. من 7 هاف لايف فما فوق طالما الانفيوجن ما زالت شغاله بنفس الفيكسد ريت بوصل للليفل اللي انا حاسبه في المعادله دي. المساله دي زي المساله الاولى خالص اللي هي بيديني فيها الفارماكينيتيك بارامترز وبيديني التارجت كونسنتريشن اللي هو at steady state، وبيطلب مني ان انا احسب له الايه الانفيوجن ريت، calculate the infusion rate required. تمام؟ calculate the infusion rate required to maintain a desired drug concentration of 2 mg per liter. هنقول تاني، طالما قال لك to maintain a desired drug concentration يعني عاوز اثبت concentration، ال concentration بيثبت فقط في حالة لما اوصل للايه للsteady state. يبقى كلمة maintain تعني ان الـ level to be maintained ده is a steady state drug level او drug concentration. من غير ما اقول كلمة steady state، كلمة maintain تعني steady state. لو انا فاهم يعني ايه steady state وفاهم الـ concentration بيزيد ازاي ويثبت امتى مع استمرار الانفيوجن، زي ما رسمنا الـ plasma drug concentration versus time curve في بداية الايه الشرح. تمام؟ يبقى maintain معناها ان الـ level ده عبارة عن steady state drug concentration. هتزيد مطلوب تاني هنا هو في المسألة، عاوزك تحسب الـ IV bolus dose to achieve that concentration rapidly. وشرحنا قبل كده قلنا ان انا عاوز 7 half lives عشان اوصل للايه للـ steady state concentration. هنا مديني قيمة الـ half life بتاعت الـ drug 5 hours، معناها ان تقريبا عاوز استنى في حدود 28 ساعة عشان اوصل لـ الستيدي ستيت كونسنتريشن اللي يديني ثيرابيوتيك افكت. قبل ال 28 ساعه، 7 في 5 اسف ب 35، و7 في 3 ب 2.1، انا عاوز حوالي 37.1 ساعه اللي هم السبعه في لايفز عشان اوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن. طيب انا مش عاوز استنى 37 ساعه لحد ما الليفل يعلى ويوصل للمستوى اللي انا عاوزه، انا عاوز ايميديتلي اوصل لل 2 مللي جرام بير لتر من الاول. فاعمل ازاي القصه دي؟ ممكن اروح مدي لودنج دوز، ابقى حاسبها بالمعادلات اللي خدناها في الانترافينوس بولس، بديها كانترافينوس بولس. المفروض انها بتعلى لي بالايه بالكونسنتريشن بتاع الدراج الى 2 مللي جرام بير لتر. تمام؟ يبقى انا اصلا من البدايه هنادي الكيرف هيبقى شكله كده، المفروض ان انا هدي بولس دوز. تمام؟ البولس دوز دي يساوي اللودنج دوز، هنقول عليها دي ال يساوي التارجت كونسنتريشن مضروب في الفوليوم اوف ديستريبيوشن. اوكي، دي اللي هي اللودنج دوز.
طيب التارجت كونسنتريشن 2 مللي جرام بير لتر، فوليوم ديستريبيوشن 77 و7 من عشرة، يبقى الدوز المطلوبة هنا عشان أوصل 2 مللي جرام بير لتر 55.4 من عشرة مللي جرام. يبقى لو اديت الأول انترافينوس بولس دوز قيمتها 55.4 من عشرة مللي جرام، الكونسنتريشن على طول هيعلى إلى 2 at time 0، ده اللي هو السي بي نود بنسميه، تمام؟ طيب ايه وظيفة الانفيوجن بعد كده اللي هي هحسبها to achieve steady state 2 mg per liter؟ وظيفتها ان هي to maintain the level at 2 mg per liter، تمام؟ فكده انا وصلت لل steady state level immediately، انا في نفس اللحظة بدي IV bolus dose، تمام؟ في نفس اللحظة بدي IV bolus، وفي نفس اللحظة ببدأ الـ IV infusion to maintain this level. اوكي؟ طيب وشرحنا قبل كده في النظري، قلنا طب ليه انا مش هيحصل ان لما ادي الـ infusion في نفس الوقت هتروح معليالي الـ level فوق الـ ايه؟ فوق الـ 2 mg لحد ما اوصل لـ level اعلى at steady state. لا، الكلام ده مش هيحصل، لان الـ infusion اللي محسوبة في المعادلة هنا الـ infusion rate ده هو اللي بيبقى محسوب عشان يساوي الـ elimination rate، الـ rate of elimination، لما الـ drug concentration يكون كام؟ يكون 2 mg per liter اللي هو قيمة الـ steady state level، تمام؟ فهي كده يا دوبك الـ rate بتاع الـ N، rate of drug N اللي هو rate of infusion عن 2 mg هنا اللي أنا هحسبه بالمعادلة دي هو اللي بيكون مساوي للـ rate of elimination، فعشان كده الـ concentration هيثبت ومش هيزيد تاني، خلاص؟ طيب احسب ازاي الريت اوف انفيوجن ده زي المعادله الاولى، ان هي بعوض عن تارجت سي اس اس 2 مللي جرام بير لتر يساوي الكي نود على الكي في الفوليوم ديستريبيوشن. طبعا الكي ما عطاهونيش هنا مباشر في الفوليوم في المساله، لكن عطاني الهاف لايف، فبحسب الكي باني بقسم ال 0.693 على الهاف لايف يديني قيمه الكي 0.13، هنعوض عنه في المعادله دي، تمام؟ زي ما حسبنا في المسألة الأولى، يبقى الكي نود يساوي 2 في المقام اللي عندي ده لما وديته الناحية التانية بدل ما مقسوم عليها يبقى مضروب فيه 0.13 في 27.7 اللي هما الكي وال volume of distribution. المفروض الـ rate of infusion اللي هيحقق الـ steady state level 2 mg per liter هو 7.24 mg per hour، تمام؟ طبعا ده الـ rate of drug flow، لكن الانفيوجن نفسها المفروض بناء على تركيز الدراج، لو عندي الداتا تركيز الدراج كام في المحلول بحسب منه المفروض الانفيوجن ريت ان ملي لتر بير مينت يساوي كام ملي بير مينت عشان تنزل لي الكمية من الدراج دي بير اور، تمام؟ المسألة دي بقى هي نفس فكرة المسألة اللي فاتت مع اختلاف بسيط، ان اللودينج دوز بدل ما تبقى اي في بولس بقت شورت ايه؟ بقت شورت انفيوجن، تمام؟ مدتها 20 مينت. هنا انا عندي 2 different infusions هنا في المسألة، هو نفس الدرج نفس السولوشن، بروح مشغل على ريت سريع الاول بحيث ان هو على نهاية ال 20 مينت يديني التارجت concentration اللي هو بتاع الستيدي ستيت اللي هو 40 ملي جرام بير لتر، تمام؟ بيديني الكونسنتريشن، بس هنا بالنسبة للانفيوجن دي ده ما يعتبرش الستيدي ستيت كونسنتريشن، ده يعتبر ايه؟ يعتبر السي ستوب، خلاص؟ يبقى انا كده بدي دوز او بدي الانفيوجن بريت سريع عشان السي ستوب بنهايه ال 20 مينتس يساوي 40 مللي جرام بير لتر، وبعد كده الخطوه الثانيه عاوزك تحسب السلو اي في انفيوجن ريت تو مينتين. مينتين معناها تحافظ لي على ستيدي ستيت دراج كونسنتريشن. يبقى في الاول هستخدم النون ستيدي ستيت، في الفاست انفيوجن هستخدم النون ستيدي ستيت ايكويشن عشان احسب الانفيوجن ريت، وفي الثاني بستخدم الستيدي ستيت ايكويشن عشان احسب الانفيوجن ريت تو مينتين ذا سيم ليفل، خلاص؟ برضو هنا ما ادانيش اداني الفوليوم ديستريبيوشن 30.7 لتر بير اور، واداني التوتال بادي كليرنس 7.7 لتر بير اور، ما ادانيش الكي مباشره، فبحسب الكي عشان استخدمه في المعادلات. انا عارف ان الكليرنس يساوي الكي في الفوليوم اوف ديستريبيوشن، يبقى الكي يساوي الكليرنس على الفوليوم اوف ديستريبيوشن 7.7 لتر بير اور على 30.7 لتر،
ال كي 0.25 اور تو ذا باور نيجاتيف 1. تمام، عشان احسب بقى الكونسنتريشن، عشان احسب الفيوجن ريت اللي محدد لي ان مده الانفيوجن تستمر 20 مينت، وفي نهايه ال 20 مينت دي لما اجي اوقف الانفيوجن دي هيبقى الكونسنتريشن 40 مللي جرام بير لتر. فاستخدم النون ستيدي ستيت ايكويشن اللي انتم شايفينها، تمام، اللي بتقول لي ان السي ستوب يساوي الكي نود على الكي في الفوليوم ديستريبيوشن، ده كله مضروب في الواحد ناقص الاكسبوننت بتاع النيجاتيف كي في التي برايم. التي برايم هنا دي عبارة عن الايه، دي الانفيوجن تايم، تمام، لان انا عاوز احسب الكونسنتريشن في نهاية الانفيوجن. يبقى الوقت بتاعي اللي في المعادلة هو وقت الانفيوجن، امتى هتوقف، استمرت لمدة قد ايه، طبعا 20 منت زي ما في المسألة، تمام. فهعوض بالسي ستوب اللي انا عاوز اوصل له اللي هو الـ40، اعوض بالكي والفوليوم اوف ديستريبيوشن والواحد ناقص الاكسبوننت بتاع الكي مضروب في الانفيوجن تايم. الانفيوجن تايم هنا لازم يكون بالاورز، تمام. فالعشرين منت دي كام اور؟ بقسم 20 على 60، تمام، الساعة فيها 60 منت، يبقى العشرين منت دي على عدد المنتس اللي في ساعة اللي هم 60، هتديني ال 0.33. خلاص، يبقى ايه ال 0.33 جت منين؟ دي حولنا ال 20 منت الى اورز. ال 20 منت عبارة عن تلت ساعة، التلت اللي هو 0.33. هوديهم كلهم الناحية التانية ما عدا الكي نود اللي كان في الباست، ينزل في المقام في الناحية التانية، واللي كان في المقام في الناحية دي هيبقى مضروب في الباست في الناحية التانية، تمام. المضروب فيه يعني هيبقى مقسوم عليه، والمقسوم عليه هيبقى مضروب فيه، هعكس لما اوديهم الناحية التانية. المفروض تطلع لي الانفيوجن ريت كي نود يساوي 3876 مللي جرام بير اور. اوكي، طيب الفاليو هنا كبيرة ليه بالشكل ده؟ طبعا لان انا بدي خلال تلت ساعة، خلال تلت ساعة انا هدي تلت الكمية دي كلها، يعني هدي حوالي كام؟ هدي حوالي 1200 1300 مللي جرام بالكتير، تمام، خلال التلت ساعة. دي الدوز اللي أنا بديها في تلت ساعة، بترفع لي الليفل إلى 40 مللي جرام بير لتر. طيب بعد كده بيقول لك لما توصل للكونسنتريشن ده الـ40 وعاوز تو مينتين ذيس كونسنتريشن از ستيدي ستيت كونسنتريشن، ايه الانفيوجن ريت اللي هو يثبته على 40؟ هنستخدم معادلة الستيدي ستيت اللي هي سي اس اس يساوي الكي نود على الكي في الفوليوم ديستريبيوشن، وعوض لي بالستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هو انا عاوز اوصل له اللي هو الـ40، وعوض لي بالكي والفوليوم ديستريبيوشن، يفضل الانون الانفيوجن ريت. طبعا اللي كان هنا مقسوم عليه يروح الناحية التانية مضروب فيه، هتديني في النهاية 40 في ربع في 30.7 القيمة 307 مللي جرام بير اور. يبقى كده لو استمر الانفيوجن ريت على 307 مللي جرام بير اور بعد التلت ساعة دي، شغلت بدل ما كان على 3876.8 مللي جرام بير اور، ده في خلال 20 منت اداني وصل لي الليفل على هول ال 40 مللي جرام بير لتر. لو حولته الى 307 مللي جرام بير اور وثبته على كده، الليفل هيقعد على 40، مش هينزل ولا هيزيد، تمام. المسألة دي بقى عاوزة شوية تخيل، يعني عاوزين كده ايه، نبقى نتخيل ايه الأحداث اللي بتحصل، ازاي الليفل بتاع الدراج في البلازما بيتغير، والانفيوجن شغالة وهيتغير ازاي لما نوقفها، تمام. خلينا نرسم كده تتابع الأحداث دي على البلازما drug concentration versus time curve، تمام. ادي التايم وادي السي بي. هو بيقول لك هنا انه في انفيوجن عطيناها لمدة 5 minutes بس، يدوبك 5 دقايق، والانفيوجن ريت كان 20 مللي جرام بير اور. طيب بيقول لك هو عاوزك تحسب فارماكيناتيك بارامترز كتير بعد كده. هو عاوزك مبدئيا، عايزين نتخيل مع بعض الدنيا هتمشي ازاي. طبعا الخمسة مينتس دي اكيد 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 عمرها ما هتبقى سبعة هاف لايفز، يعني عد عليك فين دراج الهاف لايف بتاعه ايه، بتاعه عبارة عن
حوالي أقل من 0.8 مينت مثلا، عشان أضرب في 7 يبقى الهاف، يبقى السبعة هاف لايف 5 مينت. طبعا لسه ما وصلناش للستيدي ستيت أبدا. هو بيقول لك إن هو على 5 مينت، تمام، على 5 مينت وقفنا الانفيوجن، يبقى السي ماكس عندي فين؟ هو عند الـ5 مينت، تمام، اللي هو السي ستوب، تمام. ولما احسبه ما ينفعش احسبه بمعادلة الستيدي ستيت، احنا قلنا 5 مينتس غالبا 99.9% عمرها ما هتكون ستيدي ستيت، فبستخدم معادلة نان ستيدي ستيت عشان احسب السي ستوب هيبقى قد ايه. طيب لما نوقف الانفيوجن ايه اللي هيحصل للليفل؟ المفروض ما فيش ادمنستريشن، ريت ان زيرو، يبقى العامل الوحيد اللي بيسبب التغير بتاع الدراج كونسنتريشن في البلازما هو الاليمينيشن. يبقى في الحالة دي الكونسنتريشن هيبدأ ينزل، تمام، والعامل اللي بيتحكم في سرعة نزوله في البلازما هو الإليمينيشن ريت كونستانت اللي هو الكي، اللي هو السلوب بتاع الكيرف بتاعه يعتمد على الكي. بيقول ان هم خدوا قاسوا ليفل عند 4 ساعات وعند 10 ساعات، لقوا ان الليفل اللي عند 4 ساعات ده 0.359، والليفل اللي عند 4 ساعات عبارة عن 0.0575. وعاوزك تحسب الـ elimination rate constant، عاوز تحسب الـ K والـ half life والـ apparent volume distribution والـ total body clearance. هنحسب ازاي ده كله؟ سهل، هنفككها حتة حتة. انا بص في الداتا اللي عندي وبعد كده اشوف ايه اللي اقدر احسبه منها الاول، وبعد كده من كل واحد اشوف احسب التاني ازاي وهكذا. طبعا ابسط شيء لما يكون عندي C1 وC2 وفي elimination phase وعارف الدلتا تي بينهم من 4 لـ10 عبارة عن 6 ساعات دلتا تي، تمام، يبقى ممكن احسب الكي. فهنا بحسب الكي يساوي لون C1 على C2 على دلتا تي. حطينا التو ليفلز، وقلنا دايما بنحط الليفل الأكبر مقسوم على الليفل الأصغر على الدلتا تي اللي هي 6 ساعات، المفروض يديني الإلمنيشن ريت كونستانت 0.305 باور تو ذا باور نيجاتيف 1. كده أول مطلوب الإلمنيشن ريت كونستانت حليناه. طيب الإلمنيشن هاف لايف سهلة، احنا بنتكلم عن لينير فارماكينيتكس، يبقى 0.693 على كي تديني الهاف لايف، طلع عندي الهاف لايف 2.27 اور، تمام. طيب هل هيأثر على حساباتي هنا سواء الخمسة مينتس دي ستيدي ستيت ولا مش ستيدي ستيت؟ مش هتفرق، كده كده في الوقت اللي بتوقف فيه الانفيوجن سواء وصلت لستيدي ستيت او لا، انت بقى عندك بس elimination phase والدراج concentration بينزل بناء على elimination rate constant، تمام، والهاف لايف دي اللي بيحدد سرعة نزول الكونسنتريشن مع الوقت. التو ليفلز دول في الالمينيشن فيز بحسب منهم الكي بالمعادلة الأولانية دي، تمام. طيب لما حسبنا الهاف لايف من الكي زي ما احنا شايفين كده ادتني ايه؟ 2.27 اور. ده اكد للكلام اللي قلناه في الاول، الخمسة مينتس دي عمرها ما تبقى ايه؟ ما تبقى كافية الوصول للستيدي ستيت. طيب دلوقتي عاوز يحسب الفوليوم اوف اوف ديستريبيوشن، عاوز يحسب التوتال بادي كليرنس فور ذا دراج، تمام. طيب احسب ازاي الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ ممكن احسبها من معادلة السي ستوب، او ممكن احسب الكليرنس بالمرة من السي ستوب مرة واحدة، تمام. ايا كان ممكن اكتب كليرنس في المقام، وممكن اكتب كي في الفوليوم اوف ديستريبيوشن، والكي عندي اتحسب اوريدي، يبقى الانون اللي باقي ايه؟ الفوليوم ديستريبيوشن. هو كده كده عاوز من الكليرنس وعاوز الفوليوم ديستريبيوشن. ممكن ابدا المعادله بان اكتب الكليرنس بدل الكي في الفوليوم اوف ديستريبيوشن في المقام، واحسب الكليرنس مره واحده، وعندي اوريدي الكي، فممكن احسب الخطوه الثانيه الفوليوم اوف ديستريبيوشن. طب هو دلوقتي عاوز يحسب الايه؟ السي ستوب الاول، تمام، عشان احسب الكليرنس. طب احسب ازاي السي ستوب؟ انا كان في عندي معادله بتقول الليفل بعد ما اوقف الانفيوجن اللي هو السي بي يساوي السي ستوب مضروب في الاليمينيشن فراكشن، والتي سمول هنا التايم ده عباره عن التايم سينس وي ستوب ذا انفيوجن،
تمام. طيب انا عندي في ليفلين، ممكن اخد اي واحد منهم بس احط التايم مظبوط. فعندي ممكن استخدم الليفل الاولاني اللي هو 0.0359، يبقى 0.0359 يساوي السي بي نود، السي بي ستوب مضروب في السي بي ستوب مضروب في الإليمينيشن فراكشن، وعوض عن الكي 0.305 زي ما حسبته فوق، وعوض عن التايم اللي هو الدلتا تي، التايم بين السي ستوب وبين الليفل بتاعي. التايم قد ايه؟ التايم عبارة عن 4 hours دي لحد ما وصلت للليفل بتاعي، و5 minutes لما وقفت الانفيوجن، يبقى هو عبارة عن 4 ساعات إلا 5، تمام؟ يبقى عدى 5 دقايق وصلنا للسي ستوب، وبعدين كملنا من الزيرو إلى 4 وصلنا للليفل التاني. يبقى بين الليفل التاني والأولاني كام؟ اللي هو المدة كلها اللي 4 ساعات ماينس المدة الأولانية دي اللي هي 5 minutes. طيب أنا لازم السكيل يبقى هو هو، السكيل لازم يكون إيه؟ 1. أنا قلت 4 hours، يبقى ما أقولش 4 hours ماينس 5 minutes تطلع عندي سالب إيه؟ سالب minute ولا سالب 1 minute ولا سالب 1 hour؟ طبعا كده حساب غلط، لازم hour ماينس hour. فبحول ال 5 minutes إلى hours، بقسم 5 على إيه؟ على 60، تديني ال time بال hour. يبقى 4 ساعات ناقص 0.083 اور اللي هي ال 5 minutes دي، ده اللي هو التايم من 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 الوقت اللي وقفت فيه الانفيوجن لحد الليفل بتاعي اللي انا حاطه في المساله، تمام. المفروض هروح قالب الاكسبوننت بتاع الكي في التايم ده، يروح الناحيه الثانيه مقسوم عليه، بدل ما هو مضروب هنا يروح الثانيه مقسوم عليه، المفروض يطلع لي السي ستوب 0.115 ملي جرام بير لتر، خلاص. طب اذا عندي السي ستوب اعوض عنه في المساله دي، واعوض عن الكي نود الانفيوجن ريت اللي هم مديهوني في المساله 20 ملي جرام بير اور، اعوض عن الايه الكي، واعوض عن الانفيوجن تايم. الانفيوجن تايم استمر 5 دقائق بالاورز، المفروض يبقى 0.083. ليه خليته بالساعه؟ لان الكي في المساله بالاور تو ذا باور نيجاتيف 1، يبقى لازم التايم يبقى بالاور، تمام. يبقى الانون الوحيد هو الكليرنس. هنا الكليرنس هحسبه ازاي؟ هتشقلب الدنيا، اللي هتودي الكليرنس الناحيه الثانيه بدل ما مقسوم عليه، بدل ما هو في المقام هنا، يبقى الكليرنس الناحيه الثانيه في الايه، في البسط. والمساله زي ما هي 20 في 1 ناقص الاكسبوننت بتاع النيجاتيف كي في الخمس دقائق دي اللي هي 0.083، تمام. وال 0.115 اللي كانت في الناحية الثانية في ال هنا في البسط هنزلها هنا في الايه، في المقام. ماشي يا شباب؟ يبقى كده قيمة الكليرنس طلعت، تحسبها مع نفسك بالآلة الحاسبة، تدربها كده، هتلاقي ان الكليرنس المفروض يطلع 4.347. معلش الارقام برضو راجعوها ورايا، ممكن اكون غلطان في الحسابات احيانا، بس اهم حاجه ان انا وريتك الميثود هنا ازاي بتحسب الخطوات، وبعدين موضوع التطبيق على الحاسبه وكده، معلش لو حصل ايرور انتوا صححوه، تمام. طيب فاضل اخر حاجه اللي هي الفوليوم اوف ديستريبيوشن، طبعا يساوي الايه، الكليرنس على الاليمينيشن ريت كونستانت، يساوي قيمه الكليرنس اللي حسبناها اللي هي 4.347 على الكي اللي هو 0.305، تمام. تطلع قيمة الفوليوم ديستريبيوشن ان ليترز، وكده حلينا كل المطلوب منا في المسألة. لو في أي مشكلة معاكم، أي مسائل فيها مشاكل، ممكن نحط الأسئلة على الفورم، وإن شاء الله جاهزين للرد، وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.